احنا ما بنعرفه من قبل، هو بس وصلنا وراح، بس مبين عليه رجال منيح. عن جد؟ ايه. أول ما تخلصوا أكل بتغسلوا الصحن وبترجعوه لمحله على السريع، وكمان أنتوا التنتين رح تتشاركوا بالغرفة وتناموا سوا فيها، إذا لازمكم شي بالليل. مفيقك صح؟ مو أنا بتفيقي عمك يا زكية، أنا أوعك تزعجيني، عم تفهمي؟ ماشي، تصبحي على خير. حتى المخلل ما بيكفي، رح دور هنيك، أكيد بتكون مخبية شوية أكل. وأنا رح أتصل بالماما. ليك الخط ما عم بيعلق، أكيد حاطتها أسخربطة الشبكة لهيك ما علق معي. أكيد ما رح تكون قلقانة لهالدرجة، هو قال طمنا علينا. قديش هو شخص لطيف، يعني حكى مع أمي ورجع لي الموبايل لإلي. هالرجال ساعدني واهتم فيني كأني بنته وكان كتير لطيف. أما أبي الحقيقي طلعني أنا وأمي برا البيت هيك بدون أي شفقة. ما بدي اياه، هو شخص سيء وما عنده رحمة. كتير قاسي. غريب، شو قصة الجو اليوم؟ تغير فجأة وخطوط التليفون ما عاد اشتغلت، ما عرفت احكي منيح مع أمها لبراتشي. ما بعرف إذا هي سمعت شو حكيت. بالنهاية هي أم وبنتها سافرت على مدينة جديدة، بتكون قلقانة عليها. عيوني عن جد هاي جامعتنا، ليكي شي حلوه وكبيره، كثير بتجنن. ايه مثل اللي بنشوفهم بالافلام. براتشي، سمعت انه هاي الجامعات الكبيره فيها تدقيق وقواعد صعبه، يمكن صعب علي انقل منك بالفحص صح؟ ما انا اجيت لاعمل ماجستير تربيه وانت لتدرسي تصميم ديكور، يعني مناهجنا مختلفه. هيك رح ارسم. يلا امشي. ليش تأخرتي هيك؟ نحن من الصبح ناطرينك. كل الشباب هون ناطرينك أكثر منا، ليكن واقفين ومستنين بس ليسمعوا كلمة منك. إذا الشباب عم يجوا ليشوفوني بدل ما يجوا يدرسوا فهي مو مشكلتي. بس معقول لهلأ ما عجبك ولا شب بالجامعة؟ إيه عن جد، ليش هيك؟ معقول ما حدا من الشباب عجبك شكله؟ أنا بالإضافة للشكل بدي إياه يكون أنيق ويكون عنده شخصية متكاملة. بنت بجمالي ما رح ترضى بأي حدا، ما حدا لفت لي نظري. لازم يحاولوا أكثر. سيداتي سادتي، ممكن أحصل على انتباهكم لو سمحتوا؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.